مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. هناك تراجع للكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي انحصار الموج الحارة، وبالتالي انخفاض واضح على درجات الحرارة، لتعود الأجواء أيام الأحد والاثنين وحتى الثلاثاء أجواء صيفية عادية في النهار لطيفة في الليل، لكن من الأربعاء وما بعد الأربعاء هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد. يوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة، تعود إلى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 31 والصغرى 19، المنطقة الوسطى 30-19، والمرتفعات الجنوبية 28-17، والأغوار البحر الميت 39 إلى 25 درجة مئوية أجواء حارة، والعقبة أيضا أجواء حارة 39 إلى 24، لكن الأجواء مغبرة في المنطقة الجنوبية الشرقية 33 إلى 20، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 38 إلى 22 درجة مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 29 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 27-21، المرتفعات الجنوبية 25-17، والأغوار والبحر الميت 37 إلى 25 درجة مئوية أجواء حارة، لكن في هناك انخفاض على درجات الحرارة، وأيضا العقبة 37 إلى 25، المنطقة الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة 30 إلى 20، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 37 إلى 22 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى حول معدلاتها تقريبا أو أعلى بقليل، درجة إلى درجتين، لكن الأجواء بتكون معتدلة بالنهار لطيفة بالليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 31 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 29-21، والمرتفعات الجنوبية 27-18، والأغوار والبحر الميت 38 إلى 26، وخليج العقبة 38 إلى 25. طبعا الأجواء حارة في الأغوار والعقبة، والمنطقة الجنوبية الشرقية 32-21، والمنطقة الشرقية 36 إلى 22 درجة مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة أو بداية لارتفاع تدريجي، وبالتالي الأجواء بتكون ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 33 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 31 إلى 32 العظمى والصغرى 23، المرتفعات الجنوبية 28 إلى 30 العظمى مئوية، الأغوار والبحر الميت والعقبة أجواء حارة 39 إلى 26 درجة مئوية، وأجواء حارة نسبيا في المناطق الجنوبية الشرقية 34 إلى 24، وحارة في المنطقة الشرقية والعظمى المتوقعة 38 والصغرى 24 درجة مئوية. ويوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين على الأقل 4 إلى 7 درجات مئوية. المنطقة الشمالية العظمى المتوقعة 36 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 34-35 العظمى والصغرى 26، المرتفعات الجنوبية 31-32 العظمى والصغرى 22، الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ما بين 41 إلى 42 العظمى والصغرى بحدود 28-29 درجة مئوية، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، وأجواء حارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الجنوبية الشرقية العظمى المتوقعة 36 والصغرى 25، وأجواء حارة إلى شديدة
درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، العظمى المتوقعة 40 والصغرى 25 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والظاهر هناك موجة حارة جديدة تؤدي إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة، وهذه الموجة على الأقل فترتها أو استمرارها فترة طويلة، وبالتالي هي متوسطة من حيث درجات الحرارة لكنها طويلة من حيث المدة الزمنية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 39 والصغرى 26، المرتفعات الوسطى 37-38 العظمى والصغرى 26، المرتفعات الجنوبية 33-35 العظمى والصغرى 23، والأغوار البحر الميت وخليج العقبة بحدود 44 العظمى والصغرى ما بين 28-30 درجة مئوية، وأجواء حارة في المنطقة الجنوبية الشرقية 37-26 وحارة إلى شديدة الحرارة أيضا في المنطقة البادية الشرقية 41-45، أجواء حارة يوم الخميس والجمعة في معظم أجزاء المملكة، شديدة الحرارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت وأيضا المنطقة البادية الشرقية. وبناء عليه هناك بعض التنبيهات والنصائح خاصة في اعتبارا بعد يوم الأربعاء، حيث ارتفاع واضح وتدريجي على درجات الحرارة، ننصح الجميع بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس المباشرة، وأيضا عدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترة قصيرة خاصة المركبات المغلقة، وعدم إشعال النيران في المناطق الحرجية، وعدم رمي أعقاب السجائر في مناطق الأعشاب، وأيضا عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات، وأيضا لباس ملابس قطنية فاتحة اللون فضفاضة، وأيضا الانتباه من لسعات الأفاعي والأقارب في هذه الأجواء الحارة، وشرب كميات كافية من السوائل والمياه. ونرجو للجميع السلامة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع